البرنامج الحقيقي بالنسبة لي برنامج مواهب، برنامج بيشتغل على المتسابقين ذات نفسهم، مش قصدي حقيقي من ناحية ان هو حقيقي في نتائج التصويت، لا انا ما بتكلمش في الحتة دي خالص. انا يمكن في اسرار كتيرة جدا عارفاها في ستار اكاديمي بس ما اقدرش ان انا اقولها احتراما لان انا كنت واحدة من ضمن الموجودين في البرنامج. بس انا بالنسبة لي ان البرامج التانية بتاعة المواهب بتفيد النجوم اللي هما بيكونوا لجان تحكيم، انا دي وجهة نظر شخصية يعني مش بعممها، بس انا بشوف ان السبوت دايما بيكون على لجنة التحكيم، الكلام بيكون على لجنة التحكيم، الاخبار بيكون على لجنة التحكيم، فكل حاجة بتفيد لجنة التحكيم اللي هي نجوم كبار اوريدي احنا بنحبهم واكيد طبعا في ناس كتير بتستنى اخبارهم، بس برضو بيبقى مفيش نصيب للمواهب دي انها تتلمع بالشكل المطلوب او ان هم يشتغلوا عليهم. يعني دايما في المواهب ده، ويمكن انا وانت من الناس اللي قاعدين مستنيين نشوف الفنان دي لابسه ايه، الفنان ده هيقول ايه كده، بنبقى مستنيين رد فعله، ما بتبقاش المين مستني هتشوف فلان هيغني ايه او الموهبه دي هتعمل ايه. بلس ان في كارثه في المواهب دي كلها، الشباب اللي بيخش البرامج دي، وانا بحمد ربنا ان انا من الناس اللي ما حصلت لهاش الكارثة دي، لما بتخرج ما بتعرفش تعيش حياة طبيعية، يعني ما بيعرفش يكون مش فنان لان هو عايش الحياة دي، عايش وقفة الستيج، عايش حبه للغنى، عايش ان هو بيغني الناس والناس دي بتتفاعل معاه، فبيخرج ما بيعرفش يشتغل شغلانة ادارية، فهو لا بيلاقي شركات انتاج تساعده وتدعمه ولا بيلاقي وظيفة العادية، لان بيبقى قاعد في اي مكان، مش انت اللي كنت في برنامج كذا، مش انت، فبيبقى في صراع نفسي مش طبيعي جواه. فالبرامج دي لو هي بتشتغل مش بس على السوبر ستار او اللي هو بياخد اللقب في الاخر، بتشتغل على المواهب دي، اكيد طبعا هتبقى برامج انا احترمها جدا جدا جدا، لكن ما ينفعش ان انت تفضل تعيش واحد ان هو نجم شهرين ثلاثة اربع شهور على حسب الفترة اللي هيقعد فيها، وفي الاخر يطلع لنفسه في الشارع مش عارف يعيش حياته، مش عارف يعمل حاجة. بتفيد ان هي بقت تسهل ان انت تبقى معروف على مستوى الوطن العربي، لان في مطربين كتير جدا في الدول التانية احنا ما نعرفهمش، وفي مطربين عندنا هم ما يعرفهمش، يعني بيبقى صعب انك توصل الموهبة دي للوطن العربي كله عامة. ستار اكاديمي والنوعيات البرامج دي هي اللي بتوصلها. يمكن من الحاجات اللي ساعداني جدا جدا ان ستار اكاديمي في انتاج مصري دلوقتي، داخل في انتاج مصري، ف دي حاجه مبسطاني، وانا نفسي مصر تبتدي بقى تشتغل على الفن، لان مصر هي بالنسبه لي عمود الفن في الوطن العربي. نفسي مصر ترجع زي الاول، يعني زمان كان اللي عايز ينجح كان بيجي يعمل اغنيه مصري او بيجي يغني في ليالي تلفزيون مصر او ليالي اضواء المدينه او الحاجات دي ما بقتش موجوده دلوقتي. احنا بقينا عندنا حفله كل فتره كبيره جدا جدا جدا، بتبقى حفله قناه، حفله افتتاح حاجه، ما بتبقاش المينلي حفله الناس تبقى موجوده فيها حاضره. شوف هقول لك على حاجه، انا واحده من الناس اللي لو في تصوير او في حفله ببقى مطربه. وانس نزلت من على الستيج، خرجت من استوديو، خرجت من برنامج، انا بنسى تماما ان انا مطربه، مع اهلي، مع اصحابي، حتى مع الناس العاديه. انا ابدا 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 عمري ما بعيش حته ان انا مطربه، عشان اللي بعيش الحته دي بيجنن. بعيش حياه طبيعيه جدا، عشان انا مش بوهم نفسي ان انا انسانه مختلفه عن الناس في حاجه، انا زي اي حد، بكلم كل الناس، بتعامل مع كل الناس عادي. فكره ان انا مهتمه بالسوشيال ميديا، انا لسه من قريب جدا، لان انا اوريدي كده كانت حاجاتي كلها مسروقه على الانترنت، حتى الويب سايت الشخصي اللي هو marwanasr.com كان مسروق. فالحمد لله الحمد لله ان انا بقيت موثقه رسميا على تويتر وعلى الفيسبوك، فابتديت ان انا اعيش براحتي دلوقتي، لان انا خلاص بقيت السوشيال ميديا بتاعتي موثقه، فلسه ما بقاليش شهور متابعه، بس حبيت الفكره لان انا بقيت اتعامل مع الناس على طول. يعني انا لما الناس قالت لي نزلي الالبوم نزلت الالبوم، لو كانوا قالوا لي ما نزليش الالبوم لان انا بغني للناس دي، فليه ما بقاش متواصلة معاهم؟ يعني ما بقاش في حتة بقى عندي مدير أعمال يرد عليهم، عندي مستشار فني يرد مني ليهم على طول، فأنا بحب كده. بوافق إزاي بين ده وبين بيتي وبين كل حاجة؟ أكيد طبعا مامتي بتساعدني، لأن
كنت عايزة 15 حد يبقى شغال حواليه عشان تبقى عايشة حياة مستقرة يعني، عشان هي بتفضل طول الوقت تكسر وتعمل وتشيل وتحط، لسه بتبتدي تتعرف على الحياة، فبتبقى عايزة كذا حد متابعها. لكن بيتي وحياتي الشخصية خارج تماما حساباتي الفنية، وأنا بعتبرهم خط أحمر، ما بخليش حد دخل فيهم. حياتي مفتوحة لأصحابي وكل الناس اللي بتحبني، ما عنديش مشكلة، بس بيتي بحسه كده ليه باسورد، عاملين له باسورد، محدش مع الباسورد ده غيري أنا وأهلي ومحمد بس. اللي أنا بتمنى أقدمه الفترة اللي جاية، لا بتمنى أول حاجة إن الناس تحب ألبومي، لأن أنا تعبت فيه جدا أنا والناس اللي اشتغلت فيه. وبتهيألي أنت كنت معانا في الحفلة وشايف إن الناس اللي شغالة في الألبوم بتحتفل كأن الألبوم بتاعها، ودي كانت من أكتر الحاجات اللي أسعدتني، لأن أنا هم السبب في إن أنا أعمل شغل مختلف. بتمنى إن الناس تستقبل ده كويس قوي عشان أقدر أعمل بعد كده شغل جديد، لأن الناس لو ما استقبلتش الجنان اللي احنا عملناه في الألبوم ده أكيد مش هنعرف نتجنن أكتر من كده. بتمنى على المستوى الشخصي إن الدنيا تبقى ستيبل عشان نقدر نشتغل، وعشان الفن يرجع زي الأول، والصحافة والسينما مش بس الغنى. وبتمنى إن أنا ببص بقى لحتة أكبر بقى بره خالص، بحب نفسي اخترق بقى العالم التاني بقى الغرب شوية، بس لازم بفكر له عشان ما احرقش الافكار اللي انا بفكر فيها.